It is my pleasure to welcome His Excellency. أستاذني أن أفسح المجال الآن إلى السيد باروت باهور رئيس سلوفينيا. Your Excellency, you have the floor. Thank you, Mr. President. تفضل. شكرا سيدتي وسادة. ما يخطر على بالي أفضل من هذا المكان للحديث كرئيس جمهورية سلوفينيا للحديث والتوجه إلى العالم من هذا المكان، وأود أن تأتي المناسبة التقدم بالشكر لمصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وكل ما قامت به من أجل إنجاح أعمالنا هذا. إن التغير المناخي سيدات وسادي هو موضوع جوهري على الصعيد عالمي ومحلي. أنا شخصيا أنا ملتزم كل الالتزام بحماية بيئتنا باللجنة القائمة للشراكات والتي فيها شركاؤنا متميزون ويتقدمون بتوصيات وتدابير ملموسة إلى الحكومة والمجلس السلوفينيين. السيدات والسادة، هذا العقد هو عقد مصيري يستوجب من الارتقاء بتدابيرنا في مجال مجابهة المناخ. إن التنفيذ الكامل لاتفاق باريس ولعقد المناخ لغلاسكو أساسيان من أجل التقدم وإبقاء ارتفاع درجات الحرارة دون درجة ونصف. نحن نواجه مشكلة للطاقة وللغذاء في نفس الوقت أيضا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. هذا مع ذلك ينبغي أن لا يثني عزائمنا لاتخاذ تدابير في مجابهة التغير المناخي، بل على العكس من ذلك ينبغي استخدام هذه الأزمة الطاقية الحالية كفرصة للاتيان بحلول غير معهودة للتخفيف من التغير المناخي. وأنا أجدد تمسك سلوفينيا بطموحاتها لبلوغ الحيادي من حيث انبعاثات غازات الكربون بنسبة الصفر بحلول 2050 على أقصى تقدير. ونحن نستعد أيضا على الصعيد الوطني لإعداد خطة وقانون وطني للمناخ، ونحن نطمح لإحراز تقدم فعلي هنا ولأهداف عالمية حول التكيف. نحن ندعم الجهود في سبيل إيجاد حلول لإيجاد ترتيبات في شأن الخسارة والضرر، ونحن ندعم أيضا مطلب الأمين العام لكي نشمل تغطية عالمية بأكمله في شأن الخسارة والضرر. إن التغير المناخي هو عنصر من عناصر عدم الاستقرار والعنف كذلك والحرب، قد يؤدي إلى أسباب وخيمة. ونحن كنا مترشحين لمنصب عضو غير دائم ومقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025 لكي نقوم بدور الوقاية وبناء السلام وحفظها. ونحن ملتزمون بالتآزر كجسر للعلاقات، وهذا العام سنضاعف جهودنا من أجل تمويل المناخ كقناة متعددة الأطراف. السيدات والسادة، المناخ اليوم يستدعي منا التآزر، فإما أن نجابه هذا التحدي سوية وإما أن نتفرق وتخور عزائمنا وتنهار جهودنا. ولا يسعنا إلا أن نجدد العزم حتى نترك كوكبنا هذا للأجيال المقبلة على أفضل حال. فالإخفاق ليس حل وليس مطروحا، فلنعمل الآن ولننتقل لمرحلة التنفيذ. شكرا. Thank you, Your Excellency. شكرا.